هذه المهنة أو دليل أخلاقيات مهنة التدقيق. طبعا راح تقدم الأخت المدققة هنا بويني ندوة تحت عنوان أخلاقيات مهنة التدقيق وارتباطها بالرضا الوظيفي ممثلة عن قطاع الوزارات. طبعا في البداية شكر جزيل لإدارة العيارات العامة على هذه الحملة، ويعني هي في هذا الدور تساعد وتعاون القطاعات الرقابية في إنجاز مهمتها وتساعدها وتعاونها في موضوع الرقابة على الجهات المشمولة. أمر آخر، سيرة تعريفية. طبعا أتوقع في سيرة بعد تعرضينها هنا، في سيرة تعريفية راح تعرض، وراح أتكلم أنا سيرة مختصرة عن الأخت المحاضرة. طبعا منى ثويني تعينت في الديوان 17/4/1993، تحمل لسانس حقوق، تم تعيينها تحت مسمى مفتش، في السابق كان مسميات مفتش ومفتش أول، وتدرجت حتى وصلت مدقق رئيسي. شاركت بإعداد بعض الدراسات من أولى المدققات اللي تم تعيينهم في شؤون التوقف، لها مشاركات واضحة في التدريب وتقديم الدعم الفني للشباب والشابات الجدد. طبعا متزوجة لديها بنتان وولد، الله يخليهم إن شاء الله. حاولت آخذ تاريخ الميلاد ما قدرت، بس أنا أتوقع أنها من 1965 إلى 1980. فنترك المجال للأخت منى تفضل في الوقت، وكذلك أكرر الشكر للحضور على حضورهم واهتمامهم. شكرا. السلام عليكم. أرحب فيكم. هذا أول شيء. لما عرض علي أستاذي ومديري أبو عبد الله أني يعني أقدم محاضرة في فعاليات الحملة أخلاق المهنة، أول اتفقنا على أساس أن تكون من الجانب العملي كمدققين تطلع برا الوزارة. بعدين لاحظت الشعور العام بأن شلون تطلب مني أخلاقيات وأنا ما عندي رضا وظيفي. فاليوم أنا رح أوضح لكم شنو ارتباط الأخلاقيات بالرضا الوظيفي، وشلون أنا أتقلب على بعض الأمور بحيث أن أنا أعطي وأرضى وظيفيا، أرضى وظيفيا بالمهنة اللي أنا قاعدة. بداية في منظمة الأنتوسايد قدمت تعريف للمدقق أو التدقيق بشكل عام. طبعا كون احنا مدققين وننزل الجهات يتطلب منا نوعين من الأخلاقيات، اللي هي أول شيء أخلاقيات المهنة العادية المهنية العادية اللي يمارسها ويمارسها أي موظف في الدولة. يتطلب منا أخلاقياتنا كمدقق اللي حطتها أو منظمة الأنتوسايد في اللي حطتها منظمة الأنتوسايد وخذينا منهم هذه الشروط. أول شيء خلينا نعرف شنو مفهوم أخلاقيات المهنة العادية. أول شيء هي مجموعة من الأسس يجب على الموظف التمسك فيها ويكون ناجح ويكون فعال ومنتج ويرضي الرئيس والمرؤوس. أنا ما قاعد أتكلم عن المهنة بمعنى المهنة من فوق لتحت، من تحت من فوق لكل أوضاع. أي واحد عنده مهنة يجب أن تكون له أخلاقيات بهذه المهنة وأن يمارسها بصورة صحيحة بحيث أنه يكسب ثقة المتعاملين معه ويكسب ثقة الرئيس والمرؤوس في نفس الوقت. قبل لا تحط المنظمات، إن كانت منظمة الأنتوسايد بالنسبة للمدققين، الصحة العالمية بالنسبة للطبيب، اليونسكو بالنسبة للمعلم، في إحنا عندنا أخلاقيات مستمديناها من الدين، هذا أول شيء، ومن اجتماعيا من المحيط اللي إحنا عايشين فيه، إن كان بيت، مدرسة، جامعة، أوضاع العمل، هذه كلها تعطينا أخلاقيات نكتسب منها أخلاقيات. بعد هذين أي نظام التشريعي في الدولة، كل ما كان في أخلاقيات سليمة يكون الضوابط التشريعية مفعلة وبالعكس صحيح. كل ما كانت الأخلاقيات داخل الجهة أو المنظمة أي منظمة أخلاقيات عالية
قصدي الناس ده تكون القوانين صارمة في يعني عشان تكون كنترول عليها. أول شيء نتكلم عن حريات المهنة العادية. ني حق التعاون. طبعا كلنا نعرف أن التعاون شيء أساسي داخل أي منظمة إدارية. بعدين ني حق احترام العادات والتقاليد. وهذا استمدينا من قبل لا يطلع فيه التشريعات والمنظمات، استمدينا من عادات وتقاليدنا وديننا و يعني كتربية اجتماعية. بعدين العلاقات مع الزملاء. العلاقات مع الزملاء هاي ضرورية جدا في ممارسة أي مهنة. أي مهنة على وجه الأرض، أي العلاقة بينك وبين أي زميل شيء ضروري. يعني لا تنسون أن أنت تدخل المؤسسة من الساعة 7:30 تطلع منها الساعة 2:30. إذا ما كانت علاقة زينة مع الزملاء ما راح يكون أنت راضي وظيفيا. ني حق التواضع. التواضع هذا يعني يعتمد على شخصية نفسية الشخص نفسه. التواضع بما معناه أن أنا ما أتعالم لا على الأدنى مني ولا أتعالى على الأعلى مني. التواضع أتكلم معهم بتواضع باحترام في نفس الوقت. النقطة الثانية المحافظة على المظهر والتسبب اللائق. طبعا كلنا نعرف هالشغلة أن المظهر شيء ضروري. أنت كونك موظف أو أنك تمثل الجهة في جهة أخرى يجب أن يكون مظهرك لائق، وهذا شيء متعارف عليه عندنا كلنا. والتصرف اللائق التصرف معهم بلباقة، يعني مو كونك أنت مدرس أو موظف لك سلطة أنك تقوم بإهانة أو تسبب أي شغلة نفسية لموظف ثاني داخل الجهة أو داخل جهتك أنت. احترام الوقت والسلام معي. طبعا هذا ما يخفاكم الالتزام بالمواعيد سواء كان بالحضور للدوام او الطلعه من الدوام او التزام بالمواعيد، وهذا اهم شيء في اجتماعات مع الجهات الاخرى. كل ما التزمت بمواعيد مع الجهات الاخرى كل ما كسبت ثقتها. الثقه يجب ان تثق، يعني انت مثل ما نقول هنا لا تبدش هنا، ثق تماما ان التزامك راح يعطيك هم الثقه اساس ان تكون ثقه متبادله بينك وبينه سواء كان رئيس او مرؤوس او زميل. ضوابط التعامل مع وسائل العلم. هذه خصوصا في الايام منتشره بطريقه مو طبيعيه. اللي لحق يصرح واللي ما لحق قام يصرح، واللي ماسك الكرسي صرح، واللي مو ماسك لا كان صار العكس، اللي مو ماسك الكرسي صرح واللي صرح واللي ماسك الكرسي ما قام يصرح. فما عرفنا احنا اللي هي وسائل الكلام عن الجهات كلها تشوفون الشكاوى تجي من موظف صغير ما قاعد تجي من موظف كبير. يعني هذه اكثر شيء قاعد نشوف احنا فسائل العلم. القيود على الشغل التوافق مع ممارسه المهنه. طبعا هذه النشاط اللي هاي مغننه انه لازم انك تكون عندك تصريح او 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 وانت تمارس مهنه عامه. بالنسبه حق جمعيات النفع العام او الاتجاهات السياسيه. ايه هي لها تاثير؟ أي كان الاتجاه السياسي له تأثير في أي مهنة موجودة. لها تأثير فيراعى أن الواحد انتماءه لأي مكان سياسي أو لتوجه سياسي ما يأثر عليه وعلى وظيفته. شنو العوامل اللي تؤثر على أخلاقياتي؟ شنو اللي يخليني أنا يصير عندي قصور؟ شنو اللي يخليني ما اتقيد فيه؟ اول عامل عدم الرضا الوظيفي، وراح اتكلم عليه بالتفصيل. صعوبه الجمع بين المبادئ والمصالح. مو قادر ابد بمصلحتي ولا ابد بمبدا من مبادئ اخلاقيات. بعض المرات الواحد يعني مو قادر يوازن بينهم او شنو اللي يمشي عليه بالضبط. النقطه الثالثه اللي هي تراجع التوجه الاخلاقي امام طغيان المال. كل ما صار في رغبه في الماده كل ما انزلت القيم الاخلاقيه. هي نتكلم عن تعريف الرضا الوظيفي عشان نوفق بين الرضا الوظيفي واخلاقيات المهنه. الرضا الوظيفي هو مقدار القناعه المصاحبه للعمل ويعرف بانه القوه اللازمه للموظف للقيام بعمله
على أعلى مستويات الأداء، وهي حالة داخلية الإنسان تعكس مدى قناعته لصاحب العمل. اللي يقول أنا ما أبي أشتغل عشان ما عندي رغبة وظيفة، واللي يقول أنا أشتغل عن جد، هذا ما له علاقة بأخلاقيات. أنت لما تشتغل تشتغل عشان تعبر عن نفسك، أنت لما تشتغل تشتغل عشان وظيفة، فهذا ما له علاقة بتاتا بأخلاقيات. شنو أنواع الرضا الوظيفي؟ في رضا معنوي. أنا مو راضية أساس إن أشرح في رضا معنوي. الرضا المعنوي هو أنا رغبتي في الحصول أو الشعور بإنجاز، إني أنا قاعدة أنجز، إني أنا قاعدة أعمل. وفي رضا مادي اللي هو الرغبة في المكافآت والترقيات. ممكن لما أي أقيس مبدأ من مبادئ أو الشغلات اللي فيها رضا وظيفي، أخذ لكم مثلا. جيت حق التدريب، اوكي، ممكن في واحدة تنظر لها من ناحية ان انا اكتسب خبرات، وفي شخص ثاني ينظر لها من ناحية لا، فيها مخصصات مادية. العملية ممكن هذا يحكي 5 من 10 وهذا يحكي 5 من 10، بس العملية بينهم مختلفة. النقطة الثانية، لما اجي العناصر المؤثرة في رضا الوظيفة، أول شيء الوظيفة. لما أنا أقبل في أي جهة من الجهات، ونفترض ديوان المحاسبة اللي هنا، مجرد ما قبلت الوظيفة كوني مدقق أو مدقق مساعد، وقبلت عناصر هذه الوظيفة ومشاكل هذه الوظيفة، لأن هل فيها مشاكل، معناته أنا راضي عن كل اللي. منو اللي ممكن ما يكون راضي؟ اللي ما يكون راضي ممكن اللي غصب عنه هذه الوظيفة، لما الديوان يحط لي مثلا أو الوزارة تحط لي مؤهل حقوق يشتغل بإجازات، هذا احنا شفناه، ما راح يكون راضي وظيفي، مو على الراتب ولا على، أنا مو راضي وظيفي، مو قاعد أمارس شغلي صح، فهذا يكون عدم رضا وظيفي. النقطة الثانية رواتب المكافآت. رواتب المكافآت لما أنت قبلت الوظيفة عرفت لائحة الرواتب وعرفت المكافآت اللي فيها، فالمفترض إنه يكون عندك قناعة الراتب بالمكافأة اللي راح. بس نفترض ان الموظف تعين عشان الراتب مو عشان الوظيفة. يا قال لا راتبها حلو الديوان والله راتب شاطر ابي اتعين فيه، بس ما قاعد ينجز وظيفيا. هذا تحقق مو عدم رضا وظيفي لك، تحقق عدم رضا وظيفي حق مسؤولك، لانه ما راح ينجز بشكل صحيح. رفع الكفاءة والتدريب. طبعا رفع الكفاءة والتدريب هذا من المهام الرئيسية عشان ارفع كفاءة اي موظف يجيني، ما احطه على مكتب وخلي الدنيا تعلمه. طبعا في تدريب، في انجازات لازم يكون فيها بحيث انه يكتسب مهارات ويكتسب خبرة. العدالة والمساواة وتطبيق اللوائح الإدارية. طبعا لما تيجي لائحة تطلع لنا في أسس معينة، في معايير معينة في الترقيات وفي، لكن لما يصير العكس صحيح، إن اللائحة هذه ما فيها عدالة، طبعا هي راح يصير في تدمر وراح يكون في عدم رضا وظيفي. شفافية والحوار بين الرئيس. يعني بصراحة لما يكون ما في حوار بين الرئيس والمرؤوس ما راح يولد رضا وظيفي نهائي. للاثنين للطرفين. طول ما في حوار في مناقشه في ناس حلول للمشاكل فراح يتكون الرضا الوظيفي. الانتماء الى فريق العمل. الانتماء الى فريق العمل شيء ضروري. طبعا هني لما انا انتمي لفريق عمل انا اكون حطيت معاناة مختلفة. لما يجي يوم وعبد الله يطلبني قصد معايشة ويدري ان انا كل يوم اتهاوش معايشة وكل يوم اتهاوش معايشة عمري ما راح انتج. عمري ما راح انتج. النقطة الثالثة البيئة المكانية. البيئة المكانية المقصود فيها الشنونات اللي احنا قاعدين فيها. او البيئة احنا نقول في وزارة الوزارات 10 مكاتب في نفس الغرفة.
طول ما توفرت بيئة مكانية تساعدني ان انا اكتب وان انا انتج، خصوصا لما تكون مهنة كتابية راح اكون يكون عندي رضا وظيفة. البيئة المحيطة وما ادراك البيئة المحيطة. البيئة المحيطة هي اللي منتشر عندنا في الديوان، مو في الديوان، في كل وزارات الدولة. لما تصبح الصبح وياي يعني مثلا الديوان يجيب واحد بالدريت تدلنا اسمك بالمكافأة وعبد الله شالة، اوكي، ولا تدري ان اسمك راح الدورة بس يطبها بخالد هني. النقطة هذه راح تولد، اذا ما في حوار راح تولد بين وبين ابو عبد الله يعني عدم تقارب صراحة، زين، راح تولد في مشكلة، راح تصير في مشكلة. ليه؟ أطلع من الديوان أفكر شو عبد الله، لو رحت أنا حاورته فما صار. في ناس متخصصة في النظرة التشعبية، تخصص إنه متخصص نظرة تشعبية مو بس في الديوان، على مستوى الدولة. البيئة المحيطة شيء ضروري عشان تنجز. كل ما كانت بيئة محيطة في حوار فيها صراحة راح تنجز. شنو أثر المهنة تلاقيات المهنة على المنظمة الإدارية؟ أول شيء راح أتكلم عن العلاقة بين الإدارة والموظف في حال وجود رضا وظيفي. أول شيء راح يكون في احترام متبادل بين الرئيس والمرأس. ما راح يكون في تخطي أنا زعلان من المراقب، لا أحب عبد الله اشتكي. وهي مثلا في ناس تتخطى إلى أبعد حد، والعكس صحيح. لما المدير ما يكون مراقب، ما ينزل مستوى المدبر أو الموظف العادي، بحيث يكون في احترام متبادل بين كل الأطراف. النقطة الثانية الثقة المتبادلة. طول ما في رضا وظيفي راح يكون في ثقة متبادلة. لما إيه بعبد الله ويعطي المهمة حق هذا الفريق أو حق هذا الفريق راح يكون موافق لحيل الرد في أسرع وقت. ما راح يقول أو إنه راح يحط في باله إنه ما راح ينجز العمل صح أو إلى ما نزل. تفاهم. راح يكون في حوار متبادل بين الأطراف كلها، وراح يكون في تواصل اجتماعي بين الفرق، يتفقدون بمعنى يتفقدون بعض. راح تكون هذه الإدارة خلينا نقول متميزة حتى في مخرجاتها، في تقاريرها، في تواصل مع بعض. بنشوف الحين العلاقة بين عميل الإدارة بعد الإعدام في حال عدم الإعدام، في حال الإعدام بالرضا الوظيفي. بس أبي أوريكم شغلة اللي هي هذه. مساء الخير أستاذ ناصر، إحنا دايما نتمسى، المفروض تقول مساء الخير يا أستاذ ناصر. مساء الخير يا أستاذ ناصر، أنت إنسان متسيد جدا، الوقت لحمد. الوقت يا فيصل كالسيف إن لم تقطعه قطعك. كلمة. كيف؟ أنا يعني يا الله. هذا المثال حق الإدارة اللي ما في عزمه. خلينا نشوف العلاقة بين العاملين والإدارة في حال عدم وجود رضا. أول شيء في تخطي. مثل ما ذكرتوا واحد يتخطى الثاني. في معارضة لكل قرار يصدر. النقطة الثانية عدم وجود ثقة، دائما في شكوك في التعامل، دائما في شكوك، أنت قاعد تعطيني شغل لمجرد أنك قاعد تعطيني شغل، مو راضين عن أي تكليف أو مهمة ممكن توكل لهم. في عدم توافق، دائما آرائهم مختلفة. في فشل في فرق العمل، فريق العمل لا ينجز. في عدم تواصل، موجود مو موجود نفس الشيء. العلاقة بين الموظفين، نشوف العلاقة بين إذا كان في فرق عندنا فريق وملتزم بأخلاقياته. أول شيء راح يشعر بالانتماء لهذه المجموعة. لا
النقطة الثانية في التعاون وتحمل أعباء إضافية. بمعنى يوم ما تطلع جنينتي عايشة إجازة هي طالعة والمراقب عارف إن الموضوع رح ينجز بأحسن شكل. النقطة الثالثة الكفاءة على التقارير. لما يكون في عندك فريق متميز رح تكون تقاريره يعني كف ومستنداته مضبوطة، حتى عرض البيانات عرض صحيح. ودائما الفريق هذا يحل مشاكله داخل الجهة بدون اللجوء إلى الرئيس. مرفتي بوديلة، محطوا الكمبيوتر، الأشياء العادية هذه دائما يحلها هذا الفريق دون اللجوء إلى المراقب ودون تمرد. نيجي حق الفريق الثاني اللي هو مو ملتزم. طبعا انتوا راح تلاحظون فرق بين الرسمتين. اول شيء راح يكون في اخطاء للمعلومات، مثلا افتش الا ملاحظه تخص الايرادات علم سكر شيء اذا طلع شيء شو توظف. هذه نقطه وايد مهمه. ما في تعاون، ما في تعاون حتى لدرجه انك تلقى رئيس الفريق يخاف يطلع اجازه لان العمل ما راح ينجز. يقعد هو ينجز عمله ايه، ما يتحملون اي مسؤوليه اضافيه. النفور مجموعه، مو حاب يقعد مع المجموعه. اجتماعات ما يحضر. اي شيء يعني اجتماعات ما يحضر. التقارير ما يقدمها في وقتها، لانه ناقل مجموعات. بيانات منقوصه. وقد تكون ملفقه. ابي احط بس مخالفات. هي مخالفه، هي مخالفه مو مشكله، احط مخالفه ما لقيت، ما في بيان فلاني، ما لقيت المستند الفلاني. لما تيجي تصير في اجتماعات شو يصير؟ تيجي تواجه الجهه تقول عندي المستند هذا وعندي المستند هذا، لان ليش؟ ما اعطى البيانات صحيحه ومنقوصه او ملفقه. انعدام الثقه. ما في اي عنصر في الفريق يثق في الثاني. ودائما في خلاف داخل الفريق. هني حق اثار عدم رضا على بعض المهن، وهني ابيكم تشوفونها ك مو كموظف، تشوفها كمواطن. لما اي حين عشان ما اربطها انا اربط عدم الرضا في الاخلاقيات، تروح عند طبيب، الطبيب هذا مو راضي لانه ما ترقى، اوكي؟ تسيب، عنده خطاره، ما في كثر راحة وما رضى الطبيب بوقت خطرته. مو راضي. هل هذا معنى انه هو مو راضي انه ينقص اخلاقات مهنته تنقص؟ اي واحد فيكم راح يقول لا المفروض انه هي. فهذا الرباط بين اخلاقيات مهنته والرضا. هي حق مدرس. طبعا هاي يستشعرونها وايد. المفروض انه مدرس تم نقله من المدرسه اللي تدعم بيتهم او مدرسه هي بالاصح تكون اللي تبي تدعم بيتهم ودوها الجهه التعليميه ولا ودوها الاحمد. هني ما راح يكون في مو راضي عن الرضا المكاني. اول شيء قلنا حق الترقيه والكفاءه، الرضا المكاني، المكان اللي هي قاعده فيه مو راضي يعني. فما راح تعطي مثل ما يقول احنا من قلب، يعني راح يكون ادائها الاخلاقيات منها منقص. هني حق مؤهل موظف اشتغل في مكان مو مؤهلة، نفس اللي قلت لكم، حقوق تشتغل بإجازات. شنو العطاء اللي راح تعطي؟ هذه هي تكون هي مراضية عن الوظيفة كوظيفة. ونفس الشيء بالنسبة للممرضة، لما تكون مراضية عن الوظيفة، الحين اعتمدوا هذا التمريض بأول ما كان، وخصوصا نايمين مستشفى. لو طب الجلسة من يوم عراجل مراضية. هل انا اروح في الرضا الوظيفي ولا اروح في اخلاقيات مهنة؟ في اخلاقيات مهنة المفروض انها تكون فيه. هني حق اخلاقيات مهنة. طبعا لما الديوان في جهة رقابية اعطانا الثقة ونزلنا لاي جهة رقابية اخرى في اخلاقيات مهنة، في التدقيق يجب القيام. اول شيء ليش انا اقوم باخلاقيات مهنة؟ لان انا في عندي جهه سلطه تشريعيه، سلطه تنفيذيه يبون مني افضل تقرير
وبعيد عن اي شيء. يعني انا بعد احاسب من جهه تشريعيه لجهه تنفيذيه. النقطه الثانيه ان يسلك سلوك يدعم التعاون والعلاقه الطيبه بين المدعوين والطاقم المهني. هذه اللي شرحتها اللي هو يكون فريق عمل. بمعنى اذا كان فريق العمل مو متعاون هي حتى الجهه راح تكون مو متعاونه. فريق العمل المتعاون يطلب المستند اذا هم خمس مرات. وهذا هنا شفناه. يطلب مستند خمس مرات. لكن لما يكون متعاون هو مستند واحد يتفيل ويحط في الشنل يستخدمه الكل. وعشان كذي لازم احنا ناكد للسلطه التشريعيه والتنفيذيه ان الاعمال اللي احنا قاعدين نقوم فيها ما فيها اي انحياز. شلون ناكد لهم؟ اول شيء لازم احنا نكون مصدر للمصداقيه والثقه والامان. لما نروح اي جهه حكوميه لازم ان شاء الله هي تطلعها بس نتمتع بالامان. اول شيء الحفاظ على الاستغلال. لما تنزل انت الجهه يجب ان يعني تنزلها مستقل. انت تمثل الديوان بدون اي تاثيرات خارجيه سواء كانت التوجه السياسي، اجتماعي، تنطبق سنه غرامه باي احد موجود. كل هذيلا مفترض انه تكون مستقل عنك. النقطة الثانية النزاهة. النزاهة المقصود فيها لما تجي أنت تطرح موضوع أو تتكلم عن مخالفات معينة يجب أن تكون نزيه في عرض. ما تتعرض مو رايح عشان تتعرض حق شخص بعينه. يعني أنا ما أروح أفتش عشان والله مراقب قال لي ولا مدير قال لي روح عندك فلان شوف لي فلان بالذات او شوف الشركه الفلانيه اللي متعاقده مع الجهه او انه توجه خارجي احد قال لي شوف الجهه الفلانيه ليش حطوا مناصصة على الشركه الفلانيه وما رفعش هذا ما يعني هذا انا واضح كل ما صرت نزيه في التعامل مع الجهات كلما كسبت ثقه الجهات. الموضوعي موضوعية في العرض لما هي انا اشوف في صار الصرف هذا خلينا نقول فيه متجاوزين حدود لازم انا اكون فيه موضوعية. مو كل شيء يصرف انا اقول قانونيا قلب ولكن لازم اكون موضوعية. مثلا نيجي حق طيارين لما كانت مؤسسة الحكومة الجوية الكويتية قبل لا يتم الكادر كانوا يصرفون مكافآت مو معتمدة كانت الاعتماد مو معتمدة. فلما انا اخذ موضوع ان يجب ايقاف هذه البدلات يجب ويجب ويجب ما في ولا طيارة لازم تكون موضوع مو معنى هذا انا اوجه الجهة اقول لها اعتمدي لكن ما اوقف راح خصوصا لما يكون في طيران مثل سوق طيران يعني اذا ما في عندهم كادر وقاعد يسلكون بدون وجهه وفي قاعد يخاطبون جهات معينه فانا هني ما اقول لهم وقف لا اخذ الامور بموضوعيه انه لو انا وقفت راح يكون في مشكله اكبر من المشكله الموجوده. النقطه الثانيه واحنا الحين عايشين فيها انفلونزا الخنازير الله يكافينا شرها في ميزانيه تعتمد ما هي انا وانا ادقق ليش جبت الكمام من الشركه الفلانيه ما جبتهم الكمام من الشركه الثانيه؟ ما احنا عندنا ازمه وازمه موجوده. هذا ما يمنع ان انا اشوف المصروفات اللي صارت وهل هي متوجهه والتوجيه صحي ولا لا؟ لكن ما ادقق في امور زين وانا في ظل ازمه اخذ امور موضوعيه الى حد ما. بالاضافه المثل الثالث لما اي حد مكافآت الضبطيه الجمركيه اللي تصرف في اداره عامه الجمارك طبعا لما تصرف هذه الضبطيه نتيجه شنو؟ نتيجه منع سموم
تدخل البلد. فلما انه لا دول الفلوس اللي صرفتوها ما يستحق، لا يستحق، ولكن يجب وضع معايير في الصرف. هذا بالنسبة للموضوع. هي حاجة شفافية. شفافية هي مطلوبة طبعا بين افراد عناصر المنظمة وبين المدقق والجهة. كل ما صرت شفاف مع الجهة، كل ما عرضت الامور بصراحة، كل ما قلت لهم وخذيت وعطيت معهم، كل ما صار ملاحظتك افضل. لكن لما تجي تبي تكتب وما تقول لهم وتحط مستنداتك، قد يكون عندهم هم ردود، قد يكون هم عندهم موافقات، استثناءات. فكل ما صار في مثل ما نقول احنا اخذ وعطى مع الجهه، كل ما صار تقريرك افضل. سريه المهنيه، وهذا شيء ضروري جدا. لما انا اقول سريه مهنيه، ليس كل ما يحدث في الجهه يجب ان يقال. وانا اقصد انه يقال، انه هو يقال حق مديري وحق مراقبي، يقال برا. قال برا شيء ضروري. بالإضافة إلى إحنا نتعرض له، وأنا أتكلم بصراحة، وأنا قاعد أتكلم بصراحة. في بعض المرات يجي أحد يقول لك أبي شهادة راتب موظف معين، واحدة تبي شهادة راتب قيلها، في عندها مشكلة معاه، هذا أنت مو من حقك، مو من حقك إنك تثبت في نهائي ولا تعطيه ولا غيره. ولو يعني الامور الشخصيه هذه تبعدها نهائي عن وظيفتك كمدقق. انا اعطيتكم مثلا واحد، بس في امثال المصداقيه طبعا اخذتها انا من ضمن الشفافيه. المصداقيه بالضبط تكون متاكد من كل مستند انت موجود عندك. ما اخش مستند واقول هذه ملاحظه وتفاجئ في الاجتماع معي مراقبي ولا مديري، يعني حتى وزنب حقي انا كمدقق ان انا يدا ملاحظات منقوصه او في اوراق تثبت العكس مسويتها. الكفاءه المهنيه والمهاره. الكفاءه المهنيه والمهاره انك انت لما تجي تكتب اي ملاحظه لازم تغطيها من جميع جوانب، من جميع جوانب، مستندات، مصروفات، باستمارات، تقطع من جميع الجوانب عشان تكون هذا عندي مستند. يعني لما اي اتناقش فيه اكون كف في الرد واكون عارفه ردود الجهه علي. يعني انت لما تعرض الموضوع بشفافيه ومصداقيه مع الجهه، هي راح ترد عليك، راح تقول لك انا عشان هالشغله هذه انت تتجاوزها في الاجتماع لانك تعرف ردها. توثيق الامور الجوهريه. اي امر جوهري مثل خلينا نقول الملاحظات اللي قاعد تصير في الجهه نفسها، كل ما صارت موثقه طبعا دخلت من قبلها، كل ما صارت مستنداتها واضحه، انت هني غيرت اخلاقيات المهنه. تحرر من تضارب المصالح، وهذا شيء ضروري. لما تشعر انك انت راح تروح جهه معينه، خلينا نقول المدير الفلاني عمي، الوكيل خالي، حاس انك انت ما راح تعطي بمصداقيه، تطلب من رئيسك هو المراقب او مديرك انه انا ما اقدر اسوي شيء. اذا انت تقدر، يعني في ناس تقول لك لا انا ما اقدر افتش كذي انا عمره، في ناس تقول لك لا حتى اطلب على حسب انت شعورك انت شنو. النقطه الثانيه بالنسبة حق اللي جايين خبرات من جهات أخرى. لما يجي الموظف هذا ويصير عندنا مدقق من جهة أخرى، الإدارة تعتقد أن لما يروح نفس جهته راح ينجز. وأنا أعتقد خصوصا لما يكون طالع منها راضي، لأنه راح يكون شنو؟ في عنده ولاء مؤسسي لها. راح يكون في عنده ولاء مؤسسي. في بعض بس هل العكس صحيح؟ انا ما اصدر اصيد واحد كان يفتش في جهه ومرمرينه ويبقى واحد دقيقه.
هذا ما راح يطلع لك، راح يطلع لك بلاوي الجهه كلها، هذا صحيح، ولكن شنو؟ بدون يعني في مصالح شخصيه، في شيء داخل. هذه نقطة جدا مهمة بالنسبة لتوزيع المدققين، بالنسبة حق الجهات اللي فيها يعني مثل مصالح مشتركة بينك وبين الجهة. بالنسبة لتبادل المصالح في نقطة جدا مهمة. عدم استغلال اسمك كمدقق في جوانب المحاسبة في أي جهة من الجهات. أنا ما أنا أدفع الصحة، أروح التجارة، وين المدير الفلاني؟ مدير تراخيص، ادخل عليه اقول له معك الدقه الفلانيه الفلانيه من جوانب المحاسبه. اشتغل لك شنو؟ اسمي، بس حق شنو؟ وقع لي على الفلاني. هذه فعلا هذه مو اخلاقيه. لما تدخل باسمك المهني كمدقق داخل الجهه وتطلب معامله خاصه، هذه مو تروح مستوصف تدخل دكتور ما بذل عناية في معالجة حالك إذا ضعفت مدقق ديوان محاسبة، أوكي مدقق ديوان محاسبة يعني مستوصف، يعني ما في استغلال الاسم. هذا يجب أن يكون على الجهة المخصصة. في هالنقطة بالنسبة لما أنا هي قلت إن أنا في جهتي هذه، فما أروح جهة ثانية وأقول أنا مدقق عشان أطلع منهم بيانات، هذه مو من أخلاقياتي. ني حق التجرب طبعا هي معاني كلام متقاربه. التجرب ان انا اتجرب من اي مصلحه، اتجرب من اي توجه، اتجرب هذه هي بالنسبه لي التجرب. ما في شيء داخل الجهه انا امثل ديوان المحاسبه وانا اكتب بضمير بحيث ان انا اطلع تقرير وافي. شلون انا ارسخ اخلاقياتي؟ طبعا احنا عرفنا اخلاقيات المهنه ورضا الوظيفي، وشفنا ان الرضا الوظيفي هي مساله نفسيه يحس فيها وقناعه يحس فيها المدرب، ما تتطلب منه يقول انا ما راح انجز لانه ما خذيت شيء، لانه هو قاعد يمثل نفسه وقاعد اذا اشتغل يعني اعطهم على القد معناته هو قدره تجاه نفسه القد، اعطيتهم على اكثر انا تجاه نفسي، انت قاعد تمثل نفسك بالضبط. شلون ارسم اخلاقياتي؟ أول شيء تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طول ما أنت عندك تدخل الديوان قصدك أنك أنت جاي عشان ترضي الله سبحانه وأن هذه المهنة عبادة، راح يكون عندك رضا وظيفي مقتنع. النقطة الثانية تعزيز الحس الوطني. لو كل واحد قال أنا مو راضي وقاعد على جنب تشوف تسيب، وهذا شيء شايفينه واقع بالوزارة كلها. انت قاعد تشتغل حق نفسك حق وطنك، يعني هذه شغلة ما ادري احنا تربينا عليها. يعني انا دائما اقول اول كانوا يقولوا لنا قوم روح مدرسة عشان تخدم وطنك، الحين يقول لك روح ادرس عشان معاشك يصير قوي. يعني اختلفت الموازين والمادة طغت اكثر من الناس. النقطة الثالثة تنمية الرقابة الذاتية في نفسك. أنت قاعد تطلع ما في عندك لا مدير ولا مراقب. أنت مراقب نفسك. يجي وراها شغلة. إذا حسيت إنك راح تخل، يعني ما في رضا وظيفتي وراح تخل، يعني أنا دائما أقول إذا ما في رضا تطلع إجازة صعود. لكن إنك تستمر الرضا يطول، يعني صح شهر بس ما يطول سنين، يعني صار في ان الرضا بالخطوب الاخلاقيات منه بطريقه وايد حلوه. القدوه الحسنه. طول ما كان الرئيس متمسك بهذا المهنه انا متمسكه فيها. طول ما كنت انا متمسكه باخلاقيات منه انا راح احط قدوه حق غيري. تاخذونها بالتسلسل. قدوه مو بس حق غيري داخل الديوان، قدوه حق غيري حق عيالي، حق الناس اللي حوالي. ان انا قاعده ادي اعمل تاكيد. قد واحد غير حق المدققين اللي جدد اللي جايين طول ما شاف كذا تسير، يعني في مدققين يجون يقولون انتم ما تدومون. في نقطه يعني في يعني انتم ما تدومون، ما في شلون تدومون. شوف الترسيخ اللي موجود. يعني هذا
بن عقبي، هذا كله القدوة الحسنة هي أساس. هي حق هذا طبعا الشراكة دي كانت مطلوبة من المدقق أو إن المرؤوس، مرؤوس بجميع أصناف، لأن حتى المراقب مرؤوس والمدير مرؤوس. هي حق السلطة العليا أو إن نقول المراقب، المدير، الإشرافيين والقياديين في تحسين علاقة العمل تبع الدورية وتقديم الخبرة والمساندة، مما يساعد الدرجة في تحسين علاقة بين الرئيس والمرؤوس، وتشكل عنصر مهم في تحسين نسبة الولاء لدى الموظف. طول ما الموظف يحس أن المراقب والمدير متواصل معه، وكلمة متواصل معه تأخذ معنى الجدية في العمل، تأخذ معنى أن أنا قاعدة أتابعه حتى في أموره الخاصة، ما يصير تبي مني عمل وانا متضايقه من شيء معين، يعني هم في نقطه في موازنه في الموقف. كل ما الرئيس والمرؤوس صاروا في حوار وفي تواصل، كل ما تجاوزنا السلبيات اللي قاعده تصير. النقطه الثانيه، العمل على توفير وتحسين بيئه وظروف العمل تحت فرصه تقديم افضل ما لديهم من اداء. انا كمراقب ادرس الوضع المكاني، يعني اذا فريق العمل مو قادر يوفر مكان داخل ما يمنع ان خاطف لا خاطف بحيث انه يقدر يوفر، ممكن هو مو قادر يوفر. البيئه العمل نفسها، فريق العمل لما يشتت، هذا كله له علاقه في اداء الموظف. مناقشه الموظف تدور نتائج تطبيقات لوائح نظام العمل على الموظف تقليل عليه. في بعض المرات الواحد يتدمر لدرجة إنه يهدي كل ما يتدمر، فما يمنع ويوم ما تسمع له يهدي، يبقى أحد يسمعنا، فما يمنع إنه يكون في نقاش بين الرئيس والمرؤوس في الشيء اللي صار. قد يكون الرئيس ما له علاقة فيه، مو بإيده، خلاص هذا وضع صار، فهذا ما يمنع إنه بس أمتص غضب اللي موجود. النقطة الثالثة واللي مو مطبقة عندنا لا في الديوان، مطبقة بس في مؤسستين اللي هي الكويتية والبترول، قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظف. في البترول كل سنتين، في الكويتية كل 3 سنوات يقيس الرضا الوظيفي، عشان إذا الجهة أو الوزارة تبي تحط رضا وظيفي، تبي إنجاز، وتبي تعطي بمخرجات زينة، فلازم انا احقق هذين الموظفين، هذين اللي هم الحلقه الاضعف الموجودين. كل ما انت حققت لهم رضا، كل ما صار الانجاز والمخرجات افضل. في النهايه طبعا اللي توصلنا له ان الرضا الوظيفي غير مرتبط باخلاق المهنه. الرضا الوظيفي ينبع من قناعه ذاتيه، ممكن ان المدقق يتقلب عليه بنفسه او الموظف يتقلب عليه بنفسه، ممكن ان المرؤوس الرئيس يتقلب عليه، الاداره تتقلب عليه بتحقيق هذا الرضا اللي المطلوب. هنا راح تؤدي الى اخلاقيات مهنه سليمه، راح تؤدي الى اداء وظيفي متميز، كما في اخلاق مهنه مثل ما شرحنا، كما كان في فريق عمل متماسك، كما كان في إدارة، تواصل واحترام بينهم، كما أعطيت أنا أداء متميز، راح تحقق لي ولاء مؤسسي. ما في تدور. راح تحس إنك أنت في مكان الصح، راح تحس بالانتماء لهذه المؤسسة. راح تحسسك بالولاء الوطني. يوم ما تحس بولاء مؤسسي، راح تحس بولاء. هذا شيء بسيط. المحاضرة أتمنى أني ما أكون ثقل، وأتمنى أني ما أكون أخطأت بحق أحد، لأن فعلا الوضع الحالي يتطلب أخلاقيات مهنية، ويتطلب تقلب على الرضا الوظيفي، بحيث أنك أنت تمثل نفسك، وتمثل جهتك، وتمثل وطنك لما تنزل في أي جهة من الجهات، عشان تدقق، وعشان تاخذ ملاحظات، راح تكون منتجاتك جدا سليمه بغض النظر عن توفر العناصر مالت الرضا الوظيفي او لا. شاكر لكم حسن الاستماع، ما قصرت.
كان عرض شيق. طلبت بعض النقاش بس فاتني في مقدمة الحديث أن جهة منظمة للحملة حملة توعية في دليل أخلاقيات مهنة التدريب هي إدارة المنظمات الدولية بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة. فالشكر موصول يعني هاتين الإدارتين ونأسف يعني للخلل الفني. نفتح باب النقاش لإخواني وخواتي، تفضلوا. كثير هذا النمر المطروحة وضعت إيدش أو صبعك على الجرح اللي يجب أن يعالج. سجلت بعض الملاحظات يعلق عليها في يعني منتصف فكسر العلاقة ما بين المدرب والجهاز. ونحن في الديوان يعني في علاقتنا كمدقي مع الجهات حقيقة ينقصها الكثير من يعني أساليب الحديث في التعامل مع الآخرين. بالرغم من بعض الأخوة والأخوات، أقصد إذا كنت مدقق أقصد فيه الأخ والأخ، ما عندهم حقيقة القدرة الكافية للتعامل مع الجهات حتى في طلب بعض المسلمين. يجب أن نرتقي قدر التعامل مع الآخرين بسياسة ودبلوماسية. يجب أن نشعر نحن أشخاص غير مرغوب فيهم في الجهة الحكومية، غير مطلوب فيهم بالأنية أنها ضاقت طبيعة البشر. يجب أن تكون حساسية من قبل المدرب، أن يعين التعامل مع الآخرين، أن يتواصل، أن يرسم لسياسة في الوصول للهدف المنشود وهو التغيير في نهاية السنة. وانحق هذا الشيء ملموس من قبل يعني التعامل مع الآخرين. بالرغم من بعض الإخوان المدربين أن يكون القدرة الفنية الكافية للحصول على المعلومات اللي هم ما عندهم يعني ينقصهم في التواصل مباشرة. تطرقت لأمر وايد مهم، والأمان الحرب الشرسة على الديوان المحافظ الصحف المجلة، والمقصود وغير المقصود، والهادف وغير الهادف. لكن في النهاية نهاية هذا الحديث كله في الصحف من يعني المتأثر بالديوان المحافظ وهو الجهاد الرقابي الواجب يعني العمل من أجله. وهذه الحقيقة ما سبق الحقيقة وآخر معاقل يعني محاضرة الفساد في الفرد. وهذا كلام يعني يجب أن نعبر عنه كعمل في ديوان المحاسبة، أن الديوان ما يستاهل يحضر هذا الجهاز الرقابي. وإن أمانة شيء في كل العمل في حقيقة من المدققين ومسؤولين انهم قاعد يقدمون تقرير سنوي ويقدم اليوم يعني لعبد رئيس الديوان العزيز الفستاني مسبته تقرير سنوي صاحب السمو عن سنه ماليه. فنتمنى حقيقه من كل القلب ان تهدأ الامور ويصبح ما بينها خاصه بجهات مثل احنا ننتمي له وديوان المحافظ. تطرقت لامر وايد مهم الحقيقه عن تجربه شخصيه وعملية استبدال استغلال المدخل الوظيفي في المصالح الشخصية. وهذه الأمانة قمة يعني قمة عدم المسؤولية من قبل المدخل. أنا أدق على الجهة الحكومية وأساوم أي واحد أي مسؤول إني أوظف حكومة. هذه الأمانة يعني مشكلة يعني طامة في مجال حتى في أنا أتصور مبادئ المدخل من المواد صحيحة يعني وسليمة التعبير عن دورك في ديوان المحاسبة. قال أمانة من مصايبنا لازم نعترف في مشكلة نعرف في مشكلة يجب علاجها. تكلمت عن حس وطني وأنا نحس النبيل كلنا نسعى له الحقيقة في مفرد عن النبيل الكويت مثل ما كان في الحسن.
بكل أدب وإحنا أكثر حاسين فيكم مدربين وكلام كنسألة نكون الكويت سباقة كل شيء كل المجالات. هذا الحقيقة يمكن من الحقيقة اللي سألت فيها ووضح فيها حتى الآن ثلاث بقول فيها بدون مجاملة بكل الناس. أنا سعيد جدا حتى أن هذا النشر هذا من زمان ما يعني ما حضرت هدوء بهذه الشفافية بهذه المصداقية. صورة واضحة كانت لجميع الصور. في أمور كثيرة كانت ودها ألفت وتحت مجال الآخرين. إحنا محتاجين دعم. أتكلم عن التدريب. المدرب لم يسعى في البحث والمراجعة. أي جهة حكومية لابد يوم من الأيام أن تحل المشكلة سواء مع الجهة ولا تشجع. الواضح من الأمر أن هناك الحقيقة رسول حتى رجال الديوان في دعم مثل هذه المواقف. وهذه الأمانة ترى قوة في المدرب من قوة إدارة. يجب أن تكون في الإدارة صادقة وقوية في دعم المدربين لأن التعامل مدربة مباشرة مع يعني المسؤولين في الجهات الحكومية ترى يعني مسؤولية صعبة جدا احنا جربناها شلون نتعامل مع الآخرين شلون انت تجد انت خوفتك وملاحظتك وتجيب مستنداتها موفقاتها سياقة حسنة هذه أمور حتى يعني يجب أن يعني يكون هناك دعم كبير حتى للمدربة خاصة في بعض الجهات الحساسة. أنا نهاية أكتب في الكلام لكن أنا يعني بمنا معجب وايد هذا الطرح في اليوم من المواضيع جدا مهمة حساسة وتم الجميع في دوار معها شكرا. أولاً أشكر أختي فاطمة على هذا الطرح بس أنا عندي مداخلة وركز فيها على محور عنوان الندوة. المحور طبعاً بشكل عام هو أخلاقيات يعني هو عبارة عن قانون بس ذو طبيعة خاصة. راح أركز على هذا العنوان. أولاً الأخلاقيات ما تعتبر أخلاقيات إلا إذا كان لها صفتين. الصفة الأولى هو الثبات يعني الأخلاقيات لها معاني محددة ثابتة لا تحتمل ولا يمكن التلاعب فيها وتفسيرها وفقا للأهواء والمصالح. هذه الأخلاقيات. النقطة الثانية هو العمومية أن هذه الأخلاقيات تنطبق على الجميع ولا تحتمل الاستثناء. إذا توفر هذين العنصرين على الأقل فيما يسمى بالأخلاقيات فإنها تكون أخلاقيات الثبات والعمومية. إذن هذه الأخلاقيات طبعاً ما لها جدوى إلا إذا كان اللي راح يطبقها أخلاقيون نقدر نسميهم أخلاقيون. وأيضاً لا يعتبر هؤلاء المطبقون أخلاقيون إذا توفر فيهم عنصرين. العنصر الأول هو الأهلية. الأهلية إن هذا يكون عنده معرفة بهذه الأخلاقيات وعنده نزاهة يعني عنده نزاهة يعني هو أصل متحلي في هذه الأخلاقيات. الشيء الثاني هو الرغبة والإرادة في التطبيق على الذات قبل الغير. يعني هذا إذا ما كان عنده علم هذه الأخلاقيات تفاصيلها وما عنده نزاهة أو أصلاً هو منطبق على نفسه زين وما يبقى في تطبيقها على نفسه فني الحالة يعني هذه الأخلاقيات ما راح تطبق. وهذا عشان كذي يجب اللي يطبقها إنه يطبقها على نفسه قبل ما يطبقها على الغير وما يقبل استثناء
يعني اذا كان هو اصلا مو مطبق على نفسه ومو مطبقها على اقرب الاقربين اليه، ففي هالحاله ما راح يتحرك وينطلق. طبعا من الحكم الخالده الصافيه من المنابع الصافيه الموجوده اللي تعطي بعض المعاني حول هذا الموضوع، اكو حكمتين. اكو حكمه تقول لم يخنك الامين ولكنك اعتمدت الخائن. يعني الانسان اللي ممكن يطبق الاخلاقيات وينطلق هو يجب ان يكون امين، امين على نفسه وامين على الخير. الشيء الثاني شر الناس من باع اخرته بدنيا، وشر من باع اخرته بدنيا غيره. انا اعتقد ان هذا النصين يحملون الكثير من المعاني والمدلولات اللي تغني في هذا المجال، في مجال الاخلاقيات، في مجال من يطبق هذه الاخلاقيات. في هالحاله يكون لهذا الشخص مصداقيه، وحتى للاخلاقيات هذه ايضا مصداقيه. النقطه الاولى الثبات، ان ما تكون فيها تلاعب وتفسير وتحليل وتطبيق مضطرب، والعموميه واخلاقيون لهم رغبه وعندهم معرفه وعندهم نزاهه واراده. شكرا. انت شرحت اللي انا قلته بس بطريقه قانونيه. انا لما تكلمت قلت كل مهنه لها اخلاقيات، الاخلاقيات تطبق على كل مهنه، حتى ربة البيت تعتبر مهنه، حتى الطالب مهنه، فيجب ان يلتزم باخلاقيات عامه. ولكن هناك اخلاقيات طلعت بصفه خاصه من منظمات عالميه، منظمة الصحة الإسلامية اللي منظمة الصحة العالمية طلعتها حق الطبيب، اليونسكو طلعتها حق المعلم، الأنجساي طلعتها حق المدرب، فيجب التقيد فيها. ولما قلت لك إن إحنا مستقيم أخلاقياتنا أصلاً من ديننا ومن تربيتنا، فهذا ما يخالف الموضوع اللي أنت قاعد تقوله. اللي أنت قلته بطريقة قانونية، ولما قلت أنا قدوة حسنة المقصود فيها مثل ما تطلب، أوكي؟ مني المفروض أنت تنسي. القدوة الحسنة شيء. ما يصير مثل أعطيك أقصى شيء، إن داومي مرام يقول لي داومي وما يداوم، هذا أقصى شيء. صح ولا لا؟ فأنا أنت قلتها بس بطريقة قانونية، وأنا قلتها بطريقة عملية اللي قاعد يصير فعلا. شكرا. في مداخلات، تفضل أبو خالد. بداية يعني أحب أتشكر من الأخت منى السويني في هذه المحاضرة، يعني كثير الله فيها عرض يعني مشيق، وفي تنوع سواء في المحاضرة أو في ناحية العرض، من ناحية يعني اللقطات يعني اللي من برا من التلفزيون حاطت شوية جو يعني راح يرسخ في الذهن. هذا شيء. الشيء الثاني في موضوع الأخلاقيات، يعني هذه أنا بعد مو بس أخلاقيات مهنة، يعني هذه أخلاقيات حياتنا كلها. يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنة إيمان أحسن يعني أخلاقا. فيعني نشكر يعني صراحة أن مرات المواضيع هذه كل ما تتكرر، ونشكر أيضا الدار المنظمة كل فترة الإنسان ما يخلو من يعني تفكير وتسير في هذه يعني المفاهيم. فنشكر يعني دائما يعني ذكرتينا وكنا يعني يعني وياكم يعني في الإدارة وبدينا في العمل. يعني يحب الإنسان إنه يعني وجهه في هذا التوجيه، وأنا أدري يمكن إذا كان في بعض يعني موضوع الاضطراب إنه يكون في هناك قياس رضا وظيفي، لأن اعتماد الكل سواء الإشرافيين أو شيء على العاملين اللي بينهم بالعمل هو الحلقه الاعضاء بالعكس هم الاساس العمل الكامل. كل ما يكون يعني دينهم وراضين بالوظيفه كل ما يكون يعني الاداء الوظيفي باعلى يعني درجه. وهذا شيء. الشيء الثاني ذكرت نقطه يمكن نبهتينا فيها، ان اي واحد يعني يكون ما عنده رضا او ياخذ اجازه اسبوع
هذا صار كأنه ما عنده يعني رضا وظيفي فيصير فيصير الإنسان ينتبه لهالنقاط هذه. والله يعطيك العافية مشكور يعني نشكر الإدارة يعني المنظمة والله يعطيك العافية. إذا ما في تفضل عبد الله أنا كرهت نفضلك عليها. اسمحوا لي نيابة عن إدارة المنظمات الدولية وأيضا إدارة الإعلام والعلاقات العامة أقدم بالشكر لقطاع الوزارات والأخت منى على العرض الشيق اللي قدمته ولكل الزملاء إشرافي في القطاع وأيضا المزددين على تفاعلهم مع حملة الإدارتين المنظمات والإعلام والعلاقات العامة. من أول ما بدينا احنا بالإعلان عنها أبو عبد الله كنت أول من اتصل فيني وتقول لي العمل أخذته في الدور المهني. بالعكس احنا ماخذين جانب الإعلام لكن تفاعلكم في كل أنشطة أمانة تفاعل إيجابي خصوصا يعني خصوصا قطاع الوزارات في كل الأنشطة اللي نعقدها سواء على مستوى المنظمات أو مستوى الإعلام والعلاقات العامة تفاعلكم طيب نشكركم عليه. الأخت منى يمكن أيضا مداخلات الإخوان كانت طيبة استفدنا منها احنا أيضا في القطاع المساند نحقق شعار الديوان شركاء ورقباء في العديد من الملاحظات اللي تولتها وحتى منى والأخ أيضا العزيز عبد الله المهجوري الفيصل في علاقة المدقق مع أو تعامل